السلام عليكم، مرحبا بابا، شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. قبل ما نبلش خلينا ننزل هلا نعمل لايك، لو مش مشترك اشترك يا معلم، اخوك ناقصه مشاهدات كتير، فيعني اشتراك صغير هيك وشويه مشاهده واحنا بالتمام. طلعنا اليوم عن لعبه رح تعشقها، يعني اللعبه خرافيه يا شباب، وبعدين حجمها صغير وبتناسب جميع الاجهزه، اللعبه يعني فوق الوصف. اللعبه سرفايفل، رح تنزل جزيره مهجوره او جزيره انه متحطم قاربك فيها، ما ادري لكن بالضبط كيف، انه بتكون في جزيره بتقعد تدود بتسوي ورك بنش، اللي هي هاي بتسوي العده، الاكس والبكاكس، بتكسر الخشب والبكسر الحجر، وبتبلش تطور حالك شوي شوي. طبعا في مخلوقات وفي سفن بتواجهك واشياء هيك، فاللعبه خرافيه. خلينا نستعرض لكم اياها شوي ونشوفها، بنصحك تنزلها وان شاء الله يمكن انزل عنها سلسله، ابلش العبها شوي شوي، لو عجبتكم شفت عليها تفاعل بنبلش فيها وبنجري وبندعم يا معلم. فخليكم على المقطع، مشاهده ممتعه. اللعبة اسمها بريك ووترز، بتلعب شخصية بمنظور الشخص الثالث، ومهمتك داخل اللعبة هو مساعدة السكان على إعادة إعمار الحضارة الميتة تحت الماء من خلال البلورات القوية اللي راح تصنعها مع تقدمك في اللعبة. وطبعا بعد صنع البلورات بتقدر توصل للموارد اللي مدفونة تحت أمواج البحار، وبتقدر تطور أدواتك وقدراتك بتقدمك في اللعبة. وغير هيك بتقدر تعمل تجارة مع الصيادين العابرين، تتنقل من جزيرة لجزيرة لتحصل موارد أكبر. اللعبة قيد التطوير، راح ينضاف عليها كتير أشياء، وغير هيك في تايتن ضخم في اللعبة واللي راح تواجهه لما تتقدم في اللعبة. واهم شيء لاحظته، التحكم جدا رائع في اللعبة، لكل محبين العاب السرفايفل بنصحك فيها بشدة. ولهون بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا، وعلى الاغلب راح اعمل فيها سلسلة هاي اللعبة، لو شفت عليها تفاعل بنستمر فيها. تحياتي لكم في امان الله. What it takes.